انا كده دلوقتي انا عايز اغير الريلينج اللي هو اللي جنب الحائط دوت، بحيث ان هو يكون مغطاة بيه الحائط. فهاجي هنا ايه طيب، واقول له اعمل لي دبل كيت، وهاجي هنا في الهاند ريل، ابدا اختار الهاند ريل اللي انا عايزه، والمونتيد سواء بايب او ريكتانجل. اجي هنا اقول له ان انا عايز ده الاكستنشن بتاعي يكون مغطاة بالوول، والان والتوب برضه مغطاة بالوول بالشكل دوت، واقول له دخله لي مثلا ناحية ليفت، وهقول له اخفي لي التوب ريل اللي هو الجزء اللي فوق. طيب هعمل سيلكت تاني، وادخل هنا في الايديت تايب، هدخل في البليسمنت عشان الغي الاجزاء ديت، فهشيل كلمة يوز بلاستر بريد، وهخلي دول البلاستر فاميلي، هقول له دول خليهم كلهم نال. طيب عندي الهاند ريل بتاعي بالشكل ده.